الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد وفي محافظات كردستان العراق، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 147,300 دينار لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146,750 دينارا لكل 100 دولار. أما في مدينة أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,400 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 147,000 دينار لكل 100 دولار. رفع وكلاء بيع بطاقات تعبئة الرصيد للأجهزة النقالة الأسعار، ما أثار غضب العراقيين وانتقادهم لعدم تحرك الحكومة ومنع الشركات من رفع الأسعار. هذا ورفع أصعاب منافذ الجملة الخاصة ببيع بطاقات تعبئة الأرصدة الموبايل الأسعار لشركة زين وأثير، حيث بلغ سعر البطاقة فئة 5,000 دينار بسعر الجملة 6,250 دينارا، في حين أصبح سعر جملة البطاقة فئة 10,000 دينار ب 12,250 دينارا، بعد أن كان بسعر 12,000 ليباع من قبل محال التجزئة ما بين 12,750 دينارا و 13,000 دينار. أعلن المجلس العالمي للذهب أن العراق حافظ على مركزه 39 عالميا والخامس عربيا كأكبر احتياطي للذهب في العالم. وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر أيلول إن العراق حافظ على مركزه عالميا للشهر الثاني على التوالي من أصل 100 دولة كأكبر احتياطي للذهب بالعالم، بعد أن نزل مرتبة واحدة خلال الشهر السابق لتصبح حيازته من الذهب 96 طنا. وأضاف المجلس أن العراق حافظ على مرتبته الخامسة عربيا في تصنيف حيازة الذهب بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر آب من العام 2021. وقالت إدارة الطاقة إن العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 4,030,000 برميل، وبمعدل 130,000 برميل يوميا. وأضاف أن العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آب بمعدل 120,000 برميل يوميا، فيما صدر متوسط 150,000 برميل يوميا في الأسبوع الثاني. أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن العراق ثالث أكبر مستورد للمنتجات الكيميائية التركية. وقال المجلس إن صادرات تركيا من المواد والمنتجات الكيميائية في شهر آب بلغت 2,046,000,000 دولار، مبينا أن هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020. وأشار إلى أن الوجهة الأكبر للكيماويات التركية كانت لهولندا المرتبة الأولى، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا، وحل العراق ثالثا. حقق قطاع السيارات في تركيا صادرات بقيمة 2,400,000,000 دولار خلال شهر آب الماضي. وبحسب بيان صادر عن اتحاد أولودواغ لمصدري السيارات في تركيا، فإن المبيعات الخارجية للقطاع حققت نمواً بنسبة 57% خلال شهر آب الماضي، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020. وأشار البيان إلى أن نسبة صادرات السيارات بلغت 12% ضمن إجمالي الصادرات التركية في شهر آب الماضي. ختام الموجز بأمان الله.